أرادوا الحديث يرفعوا أيديهم، يرفعوا أيديهم على التليجرام ونحن سنجعلهم يجيبونا إن شاء الله. وكذلك الفتيات، من الأفضل أن يفتح الأطفال الذكور الكاميرا، أما البنات فلا تفتح الكاميرات. بالنسبة للذكور افتحوا الكاميرات، هذا هو الأفضل. بالنسبة للأطفال فلا يفتحن الكاميرات، فقط عند الإجابة يمكن فتح الميكروفون ويجيب. بارك الله فيك. أنا جاهز يا أستاذ إبراهيم، متى نبدأ؟ نعم، على بركة الله، تفضل. تمام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. مرحبا بكم أيها الأصدقاء الصغار، مرحبا بكم. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي أعماركم وأن يتقبل منا ومنكم شهر رمضان إن شاء الله. قبل أن نبدأ أود أن أتعرف عليكم، من الممكن أن تفتحوا الميكروفون وتعرفونا بتعريف سريع كل واحد باسمه ومن أين هو؟ الرجاء من يريد المشاركة أن يرفع يده، بارك الله فيك. طالب ماجدة صلاح، لا فقط الذكور. ممكن البنات يا شيخ إبراهيم أقل من 10 سنوات، لا مشكلة، فتح الميكروفون فقط دون تمام، الكاميرا. لا بأس. الطالبة ماجدة، المايك مفتوح عندكم. الطالبة هالة، المايك مفتوح، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حمزة وائل عبد الحليم، حمزة، من أين أنت يا حمزة؟ من عين شمس في مصر، في القاهرة. من مصر، بارك الله فيك يا حمزة، كم عمرك؟ 9. بارك الله فيك يا حمزة، هل أنت مستعد؟ إن شاء الله، قل إن شاء الله. إن شاء الله. وما السلام اسمك؟ عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك؟ أنا عمر وائل عبد الحليم سوقي سعد. ما اسمك؟ عمر وائل. ازيك يا عمر، كيف حالك؟ كويس هل الحمد أنت لله. مستعد؟ مستعد؟ إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله. هل هنالك أحد آخر يريد أن يتعرف معنا؟ الطالب أبو حفص، المايك مفتوح عندك. سارة أم طه، المايك مفتوح عندكم. فلوس من المغرب. صوتك غير واضح، لو تعيد ذكر اسمك مرة أخرى. من المغرب. ما اسمك؟ فلوس. إيه؟ لم أسمع جيداً. طه أبو اللوس. طه؟ اسمك طه؟ نعم. كم عمرك يا طه؟ 7 سنوات. بارك الله فيك وفي أهل المغرب يا طه، هل أنت مستعد؟ نعم إن شاء الله، خلاص نبدأ إن شاء الله على بركة الله، نبدأ. أنا الحمد لله. سأسأل
تجيبون. الأستاذ إبراهيم يفتح لكم الميكروفون، تبدأوا بالجواب مباشرة إن شاء الله. هل تعرفون ما هي السنة الهجرية يا شباب؟ من منكم يعرف ما هي السنة الهجرية؟ أم ضرار مية 1400. لا لا، لسنا في أي سنة. هل تعرفون ما هي السنة الهجرية؟ ما هي شهورها؟ كم شهر هي؟ من يستطيع أن يجيب؟ ما هي السنة الهجرية؟ أم ضرار، هالة، صفاء، مفتوح عندكم مايكات. محرم، صفر، ربيع أول، ربيع تاني، جماد أول، جماد تاني، شعبان، لا رمضان، رجب. رجب، شعبان، رمضان، شوال، حج، ذو القعدة، ذو الحجة، ذو ذو القعدة، القعدة، ذو ذو الحجة. القعدة، بارك الله فيك. إذا هم كم شهر؟ 12. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك بارك الله فيك. طيب السؤال الثاني، رمضان أي شهر هو؟ الشهر رقم كام في تلك الشهور الاثنا عشر؟ الشهر التاسع. ما شاء الله، من الذي تحدث؟ سيد وليد من أين أنت يا سيد؟ من مصر. ما شاء الله، وكل اللي على البث من مصر، فقط واحد من المغرب، ما شاء الله. ما شاء الله. تمام، إذا شهر رمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية. تمام، وهي 12 شهرا، تبدأ بشهر محرم وتنتهي بشهر، شهر إيه؟ تبدأ بشهر محرم بشهر ايه؟ الشهر التاسع. لا لا لا، هي 12 شهرا، قلنا منذ قليل هي 12 شهرا، تبدأ أنا اتفكرت على رمضان. لا، رمضان الشهر التاسع، هي تبدأ بمحرم وتنتهي بالشهر رمضان. لا، رمضان التاسع، رمضان الشهر الكام؟ التاسع. التاسع، وهي كم؟ 12، صحيح؟ صحيح. طيب إذا أولها محرم وآخرها ذو الحجة. ذو الحجة. ما شاء الله ما شاء الله. متى يبدأ الشهر؟ ينتهي في ليلة القدر. شهر لا رمضان ينتهي في ليلة القدر. لا، رمضان لا ينتهي بليلة القدر، أنت نهيته سريعا. لا لا لا، ينتهي بذي ليلة القدر. متى يبدأ الشهر؟ متى يبدأ؟ متى نشوف الهلال؟ يبدأ نعم، برؤية الهلال، صحيح، برؤية الهلال، حينما نرى الهلال يبدأ الشهر، صحيح. من منكم يحفظ الدعاء الذي نقوله عند بدء الشهر يا شباب؟ اللهم هله علينا. ما شاء الله ما شاء الله، أنت مجتهد جدا ما شاء الله، عندك معلومات كثيرة، بارك الله فيك بارك الله فيك إن شاء الله. لا أحد يفتح الكاميرا من البنات يا شباب، فقط الصبيان هم الذين يفتحوا الكاميرات، بارك الله فيك. طيب السؤال الذي بعد ذلك، في أي عام فرض الصيام؟ شهر رمضان المكرم. نعم، نحن نصوم شهر رمضان، حصلت في أي عام؟ في أي سنة؟ من أراد المشاركة يا ريت يرفع يده حتى نتمكن من فتح المايك له، بارك الله فيكم. ارفعوا أيديكم على التليجرام يا شباب، وأستاذ إبراهيم يفتح لكم. لا يجيب أحد هكذا. من منكم يا أبطال يستطيع الإجابة؟ الثالث من الهجرية. الثالث؟ ها؟ مين يزود أو يقلل؟
متى فرض الصيام؟ السنة الثانية الهجرية. ما شاء الله، ما اسمك أو ما اسمك؟ ليان. أنت أنثى صحيح؟ نعم. كيف حالك يا ليان؟ من أين أنت؟ أردن. ما شاء الله، كم عمرك؟ 4 سنين. ما شاء الله، أنت عالمة كبيرة، ما شاء الله، بارك الله فيك. إذا شهر رمضان فرض فيه الصيام في العام الثاني من الهجرة. من منكم يستطيع أن يقول ما معنى في العام الثاني من الهجرة؟ ما معنى أننا نقول من الهجرة؟ معناه العام من الهجرة اللي هو من هجرة الرسول. صلى الله عليه وسلم. متى كانت هجرة الرسول؟ اسمك عبد الله؟ محمد عبد الله اسمك محمد. من أين أنت يا محمد؟ من مصر؟ من مصر. نعم، ما شاء الله. كم عمرك يا محمد؟ 9.5. بارك الله فيك. ما معنى قولنا يا محمد أنها من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ متى كانت الهجرة؟ ماذا تعرف عنها؟ الهجرة، عارف إن الرسول هاجر للمدينة بسبب إيذاء قريش ليه. تمام، ومتى كان ذلك يا محمد؟ كان في، معرفش. طب كم مكث النبي في مكة بعد أن أوحي إليه صلى الله عليه وسلم؟ يعني نحن، طيب أنا أساعدك وأنت ستجيب لأنك عالم كبير ما شاء الله عليك. حينما نقول النبي صلى الله عليه وسلم نبئ وهو عنده كم سنة؟ 40. 40، تمام. ومتى هاجر كان عمره كم؟ طب متى توفي؟ كان عمره كام؟ حاجة وستين باين. 63، 63 صحيح؟ إذا 23 سنة بين أن كان نبيا وبين أن مات، صحيح؟ صح. طيب كم مكث في المدينة؟ ثلاثين، سبعين، انظر، سبعين. أنا أجيبك هكذا، انظر. ها ها، الشيخ يلمح لك. كم مكث في المدينة؟ 10. 10 ناقص 23 حينما نسحب منها العشرة كم يبقى؟ 10 ناقص كام؟ 23، 23 سنة، نحذف منها هذه العشرة، كم يبقى؟ يبقى لنا 13. يبقى كم مكث في مكة؟ 13 سنة. يبقى متى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هاجر وهو عنده ها 53. صحيح، يعني بعد كم سنة من منذ أن صار نبيا؟ يعني 13. يبقى لما نقول الفترة المكية كم مكث النبي نبيا في مكة نقول كم سنة؟ 13.13. وكم مكث في المدينة؟ 13. لا، 10 بقى، طيب صحيح؟ صح. ها، يبقى كده كام؟ 13 في مكة و10 في المدينة، صحيح؟ صح. صحيح، بارك الله فيك. يبقى إذن واحد غير محمد يجيب. يبقى لما نقول فرض الصيام في شهر رمضان في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا واحد يفهم في الحساب أنه فرض بعد كم سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب؟ المايك عندك يا حازم.
15 سنة. ما شاء الله، من أين أنت يا حازم؟ من مصر. أها، مصر وكل مصر. بس ما شاء الله ما شاء الله يا حازم، بارك الله فيك. إذن يا حازم، فرض الصيام بعد 15 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ أيوة. طيب، واحد آخر يجيب يا شباب. يبقى إذن أول خصيصة من خصائص شهر رمضان أنه فرض فيه الصيام. متى فرض الصيام في شهر رمضان؟ فرض في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في العام الكم من بعثته صلى الله عليه وسلم؟ نقول في العام 15 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ يبقى إذن الصيام فرض في شهر رمضان في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والعام 15 من بعثته صلى الله عليه وسلم. وفهمنا أنه كان في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات، ونبئ صلى الله عليه وسلم، يعني نزل عليه جبريل وصار النبي نبيا صلى الله عليه وسلم وهو عمره 40 سنة، وتوفي وعمره 63. طيب، الآن أسأل سؤالا آخر، من منكم سيستطيع الإجابة؟ متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب؟ المايك عند آلاء عرفة، ننتقل لشخص طالب آخر، انضرار. طالب آخر، مريم محمد فؤاد، المايك عندكم. سؤال سهل جدا، نحن أجبنا عنه منذ قليل، لكن واحد يكون مركز شوية. طيب، نعطي المايك لمحمد نصار. طيب، أعيد السؤال علكم لم تسمعوه جيدا، متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو بصيغة أخرى، متى يا محمد؟ في رمضان في الكهف، في غار حراء، ليس في الكهف. هو نعم هو شبه الكهف، ولكن هو اسمه غار حراء، غار حراء، صحيح؟ من أين أنت يا محمد؟ من مصر. ما شاء الله، كم عمرك يا محمد؟ 10. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا محمد. نزل في رمضان على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في غار حراء. طيب، ما الذي نزل بالضبط يا محمد؟ هل تستطيع أن تجيبني؟ ما الذي نزل في غار حراء على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كل القرآن نزل مرة واحدة، ولا نزل شيء بعينه في غار حراء؟ ما أعرف. طيب، اسمع الجواب من صديقك الذي سيجيب بعد قليل. من يستطيع الإجابة يا أصحاب؟ حازم القوس، المايك معك، ننتقل لطالب آخر. متى يا حازم؟ نعم. أول 5 آيات من سورة العلق. ما شاء الله، والتي تبدأ بقول الله اقرأ، صحيح؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. بارك الله فيك يا حازم. إذن يا حازم، سؤال آخر، وأنت ما شاء الله عالم كبير، ما شاء الله. إذن نزلت اقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، متى كان ذلك؟ في أي عام؟ أول عام من البعثة. ما شاء الله ما شاء الله، يعني كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك. من منكم يستطيع أن يقول في أي ليلة نزل بالتحديد؟ إذن هو نزل في العام الأول من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمره 40 سنة
نزل في شهر رمضان، في أي ليلة نزلت هذه الآيات؟ طبعا والمكان قلنا غار حراء، غار حراء. بقي أن نعرف في أي ليلة بالضبط، في أي ليلة بالضبط نزلت هذه الآيات؟ أم مجاهد المايك معكم. أنا أصبح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي أحمد. من أين أنت يا أحمد؟ في الأردن. ما شاء الله، غيرنا البلد. في أي ليلة نزل يا أحمد؟ ليلة الإسراء والمعراج. لا، ليلة ليس ليلة الإسراء والمعراج، لم يكن بعد ليلة إسراء ومعراج، نحن نتحدث في العام الأول. متى نزل القرآن؟ أنا أعيد السؤال أهو. متى نزلت صدر سورة العلق على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا أنها نزلت في العام الأول من البعثة، نزلت عليه في غار حراء، نزلت في شهر رمضان، في أي ليلة من شهر رمضان؟ في أي ليلة يا أحمد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أخو أحمد. بارك الله فيك يا أخا أحمد. ها، اسمي وائل. أنا أعتقد أنه في 17 من رمضان. لا، ليس، لا لا، لسنا نعلم أي ليلة على التحديد بالرقم، لا نستطيع أن نقول في رقم كذا، في ليلة كذا بالأرقام، وإنما هي ليلة لها مسمى، لها اسم، ليست رقم، لا نستطيع أن نرقمها، إنما نقول هي ليلة كذا لها اسم، في ليلة في شهر رمضان مميزة. ها، من منكم يستطيع الإجابة يا شباب؟ أنا نسيت. طيب اسمع الجواب من صديقك الذي سيجيب الآن إن شاء الله. من منكم يا أبطال؟ صفاء علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليلة القدر، نزل في ليلة القدر. ما شاء الله، بارك الله فيك. من معي؟ محمد وليد. من أين أنت يا محمد؟ مصر. من مصر، بارك الله فيك. كم عمرك يا محمد؟ 10 سنوات. بارك الله فيك يا محمد، بارك الله. يبقى إذن أول خصيصة أخذناها أن شهر رمضان مميز عن باقي شهور السنة الهجرية بأنه فرض فيه الصيام، وقلنا فرض في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الخصيصة الثانية، قلنا أنه أنزل فيه القرآن. متى نزل؟ نزل في العام الأول من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نزل في أي وقت بالضبط؟ نزل في ليلة القدر. نزل متى؟ في ليلة القدر. طيب الآن أسألكم، من الذي نزل بالقرآن؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. سيدنا جبريل. ما شاء الله، ما شاء الله، سيدنا جبريل. سيدنا جبريل هذا بشر أم نوعه إيه؟ إيه؟ وش؟ سيدنا السؤال؟ جبريل. سيدنا جبريل من أي جنس هو؟ بشر ولا ماذا يكون هو؟ ملك. ملك؟ ملك تعرف شكله؟ لا. وملك عظيم كبير، تعرف أي شيء من وصفه؟ لا. سيدنا جبريل هو من أعظم الملائكة عند الله، هو أعظم الملائكة عند الله، هو مختص من بين الملائكة بأن الله إذا أنزل وحيا على نبي من الأنبياء أنزل به من؟ جبريل عليه السلام. أنزل به من؟
جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام. سيدنا جبريل هو أعظم الملائكة عند الله، وله يعني أجنحة، صحيح؟ صحيح، له أجنحة، صح. طرف جناحه سد ما بين الأفق، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي سد طرف جناحه ما بين الأفق، يعني سد على النبي صلى الله عليه وسلم رؤية السماء، طرف جناحه فقط. طبعا له أجنحة ليست كأجنحة الطير، أجنحة يعلمها الله، فقط نحن نقول ما قاله الله، صحيح؟ نحن لا نقول كيف هو الجناح، صحيح؟ صحيح. ولكن هو ملك عظيم جدا جدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه رآه جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعب منه. لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم رأى ملكا يجلس على كرسي بين السماء والأرض فخاف النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ تعرفون هذه الحادثة، حادثة نزول القرآن؟ أيوة. نعم، بارك الله فيكم. شهر رمضان له خصيصة أخرى، أنه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، صحيح؟ من منكم يعرف ذلك؟ المايك عندكم يا مديحة أحمد. طيب، طيب، خديجة محمد. ما معنى يا شباب أنه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار؟ من منكم يعلم ما معناه؟ هذه يجيب عليها عالم كبير. ها؟ من سيكون يا ترى؟ من هو العالم الكبير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، ما معنى؟ حساب سمية رفاعي و أبواب إسلام. الجنة تفتح وأبواب النار تقفل. ما شاء الله، يعني أن أبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق، صحيح؟ ما المعنى؟ يعني بماذا ينبهنا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، وتصفد الشياطين، صحيح، بارك الله فيك، وتصفد الشياطين. سأسألك الآن ما معنى تصفد الشياطين، ثم نرجع للسؤال مرة أخرى، ما معنى تصفد الشياطين؟ تسلسل الشياطين. تسلسل الشياطين، صحيح؟ صحيح؟ يعني كيف تسلسل؟ بالسلاسل، صحيح، تربط يعني هكذا، صحيح؟ يعني أن الشياطين لا تستطيع أن توسوس. ماذا؟ يعني أن الشياطين لا تستطيع أن توسوس في أذاننا في رمضان، صحيح؟ صحيح. يعني أننا الآن عندنا كل الأسباب لدخول الجنة، يعني الآن لا يوجد شيطان يأتي يوسوس في أذاننا يقول لنا افعلوا ذنوب أو معاصي أو اضرب أخاك الصغير أو اذهب من وراء ماما وكل وأنت صائم ولا أي شيء، صحيح؟ صحيح. يبقى كل إنسان الآن يستطيع أن يذهب إلى الجنة، الجنة سهلة، أبواب الجنة مفتوحة، يستطيع أن يدخل الجنة بأقل شيء يفعله، صحيح؟ صحيح. ما اسمك؟ ياسمين. نعم؟ ياسمين. ما اسمك ياسمين، تمام، من أين أنت يا ياسمين؟ مصر. ما شاء الله، ما شاء الله. تمام يا شباب، نسأل السؤال الذي بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هنالك في رمضان مناد ينادي، يعني كأننا نسمع نداء الخير لنا: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار في كل ليلة.
في كل ليلة عتقاء من النار، ما معنى هذه الخصيصة؟ ولله في كل ليلة عتقاء من النار، ما معناها؟ أحمد سلامة، معك المايك. يعني يطلع منها ناس في النار. معنى عتقاء من النار أي يطلع منها ناس من النار؟ يعني بعد ما هم تعذبوا يطلعوا من النار، من نار جهنم. في كل ليلة ناس يطلع. لا، ليس هذا هو المعنى. يعني هو الآن لا زال في الدنيا، هو لا زال في الدنيا، يعني لم يدخل النار بعد. رمضان فيه فرصة يعني بأن تعتق من النار. ما معنى هو في الدنيا الآن وله فرصة أن يعتق من النار؟ يعني زي إيش؟ لو مكتوب عليه إنه يدخل النار ويجي رمضان، في كل ليلة ممكن ربنا يختار إنه ما يدخل النار. ما شاء الله، ما اسمك يا بطل؟ أحمد سلام. من أين أنت يا أحمد؟ لست من مصر. طبعا بس عم أتكلم سعودي عشان تفهموني. أنت من مصر؟ أيوه. طيب خلاص، كتب على هذه المحاضرة أن تكون كلها من مصر إلا قليل. طيب، ما شاء الله عليك، أجبت جوابا رائعا. يعني نقول معنى عتقاء من النار أنه لو أنه فعل ذنوب ومعاصي ومصائب وأشياء بلاوي كثيرة جدا تجعله يدخل إلى النار، يستطيع في كل ليلة من رمضان أن يفعل من الطاعات شيء كثير فيرضى الله عنه، فكأنه يعطيه منحة عدم دخول النار. يعني هذا فلان، إسماعيل، عباس، إبراهيم، حسين، محمد، أيا كان، فعل من الطاعات اليوم في رمضان ما رضي الله به عنه، فكأنه كتب كتابا سبحانه وتعالى بأن حسين هذا، حسين هذا لن يدخل النار. فمعنى عتقاء الله من النار أن فلانا، يعني أي واحد منا، يستطيع في رمضان أن يعمل أعمالا صالحة كثير 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 حتى يرضى الله عنه، فيكتب أن فلانا لن يدخل النار. في واحد عاقل منا يضيع على نفسه هذه الفرصة يا شباب؟ في عاقل يضيع هذه الفرصة؟ بالتأكيد لا، ليس من عاقل يفهم ما هي النار وشكل النار ويحب أن يدخل الجنة دون أن يمر على النار فيفعل ذنوب أو يضيع على نفسه الفرصة. يعني معنى هذا أن إنسان لا يفهم شيء هو الذي سيضيع وقته في رمضان في لعب الكرة، في الليل لا يصلي التراويح، أو أنه سيشاهد المسلسلات أو البرامج أو الكرتون أو غير ذلك. هذا إنسان لم يفهم بعد ما هو رمضان، صحيح؟ يضيع على نفسه فرصة أن يعتق من النار. يعني بابا أو أبي أو والدي، أيا كانت التسمية عندكم في البلد، يذهب ليصلي في رمضان في المسجد التراويح، وأنا لا أريد الذهاب معه، تعال معي. لا لا لا، لن أذهب معك. لما لن تذهب معي؟ أنا أود اللعب. طب تضيع على نفسك الفرصة، اذهب وصلي ركعتين أربعة، واذهب يعني في كل يوم وزد في الركعات، قل يا رب تقبلني، يا رب أنا أحبك، أحبني يا رب، هكذا. صحيح؟ صحيح يا أبطال؟ صحيح. صحيح. إذن من خصائص شهر رمضان أيضا أن فيه صلاة تسمى بصلاة التراويح، من منكم يعرفها؟ من منكم يعرف ما هي صلاة التراويح؟ 11 ركعة. مين من الذي يتحدث؟ أنت يا شيخ. مين؟ سعيد. سعيد. ماشي يا سعيد، بارك الله فيك يا سعيد. سعيد إذا شيء مصري. ماشي. إذا التراويح عندنا في مصر 11 ركعة. هل عندكم في بلد أخرى ركعات أخرى؟ إحنا عندنا في مصر 11 ركعة. صلاة العشاء. كم ركعة عندك؟
عندكم 11 ركعة. ما اسمك أو ما اسمك؟ رزان البخاري. رزان، من أين أنت يا رزان؟ من المغرب. من المغرب. كم ركعة تصلون التراويح عندكم يا رزان؟ 15. 5 زائد 10 ولا 5 و10 ولا كم؟ 10. تصلونها 10 فقط؟ عندكم تخفيض؟ نعم. أين ذهبت ركعة الوتر؟ تقصدين 10 دون ركعة الوتر، صحيح؟ نعم. يعني كله 11 ركعة. نعم. صحيح؟ هل تصلين التراويح يا رزان؟ نعم. تصلينها وراء الشيخ في المسجد؟ في بعض المرات. في بعض المرات. كم عمرك يا رزان؟ عمري 7 سنوات. بارك الله فيك يا رزان، بارك الله فيك. إذن معنا في البث اليوم فقط الأردن والمغرب ومصر، ليس معنا أحد من بلد أخرى. ما شاء الله. إن شاء الله اللقاءات القادمة يزداد الوفود، تزداد ويأتي من كافة أنحاء العالم إن شاء الله. كذلك يا شباب، حتى كم بقي أستاذ إبراهيم معنا؟ إن شاء الله بعد 3 دقائق بالكثير، بعونه سبحانه. خلاص، حتى أنهي معكم يا شباب، من خصائص رمضان يا شباب أننا لابد 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 وأن نحرص على أن تغفر كل ذنوبنا التي فعلناها قبل ذلك، لأن رمضان فيه خاصية أنه يكفر، يعني يذهب كل السيئات التي فعلناها، يعني كل المصائب التي فعلناها التي تغضب الله علينا. عندنا فرصة في أننا نذهبها كلها. كيف هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. يعني من رمضان إلى رمضان عندي فرصة أن تمسح ذنوبي. أيضا إذا صليت خلف الإمام في التراويح وذهبت وقلت لبابا يعني عودني أذهب يوما أصلي ركعتين، اليوم الثاني 4، وهكذا أزيد حتى أصلي مع الإمام، وأنا تعبان ولا أستطيع القيام، فأقوم لله حتى يحبني سبحانه وتعالى، وأقول يعني ارضى عني يا رب، أحبني يا رب، فأنا أؤمن بأجر الله الذي سيعطيني إياه وأحتسب تعبي. يعني أنا تعبت. بالمناسبة يا أولاد، يعني أنا لو أصلي خلف الشيخ والشيخ أطال علي أستطيع أن أجلس، يعني أنت طفل صغير، ولكن هذا ليس في الفريضة، نتحدث عن التراويح. في التراويح تستطيع أن تجلس على الأرض، يعني إذا وجعتك أوجعتك قدميك اجلس على الأرض. هذا يغفر الله به الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل ذنوبنا لو صمنا رمضان وقمنا التراويح يغفرها الله. إن شاء الله لا نضيع هذه الفرص. نكمل ما قلناه في الحلقة وننهي البث إن شاء الله. قلنا أن عدد الشهور الهجرية 12 شهرا، رمضان هو الشهر التاسع فيها. قلنا هي 12 شهرا، رمضان هو الشهر التاسع فيها. قلنا يبدأ الشهر عند رؤية الهلال، ننظر إلى السماء فنرى هلال، خلاص هذا الهلال كما عندكم في الصورة يكون بهذا الشكل، تمام. عند رؤية الهلال نقول دعاء: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال رشد وخير. إن شاء الله مع آبائكم ليلة رمضان حينما يقولون غدا رمضان تنظرون إلى السماء وتقولون هذا الدعاء إن شاء الله. وقلنا أن من خصائص رمضان أن رمضان أنزل فيه القرآن، وقلنا فرض فيه الصيام، قلنا فرض الصيام في العام الثاني من الهجرة، وقلنا من الهجرة يعني في العام 15 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل القرآن في شهر رمضان في العام الأول من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قلنا شهر فيه خيرات كثيرة، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، وقلنا شهر تغفر فيه الذنوب لو أننا صمناه إيمانا واحتسابا وقمناه إيمانا واحتسابا، وقلنا أن فيه صلاة التراويح، هذه الصلاة الجميلة التي ليست إلا في رمضان، يعني نحن نحب ذلك إن شاء الله ونسعى جميعا لأن نحصل هذه الخيرات. أحبكم يا شباب.
هكذا انتهينا يا أستاذ إبراهيم، صحيح؟ نعم بإذن الله، بارك الله فيكم جزاكم خيرا، بصراحة كان لقاء ممتع وجميل وما شاء الله المشاركات طيبة. أبطال جمال ما شاء الله يا أستاذ إبراهيم، ما شاء الله، نعم ما شاء الله، ازددنا لقاء وبإذن بهم. نعم بإذنه سبحانه. إن شاء الله إن شاء الله نلتقي يوم السبت إن شاء الله في نفس الموعد. بارك الله فيكم يا شباب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله. في أمان الله، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا أستاذ إبراهيم. وفيكم بارك الله أستاذ إبراهيم، الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.